كابتن، نبتدي باهم خبر بالنسبه لكل الجماهير في الحقيقه، يعني ده خبر مهم جدا وهو فيما يتعلق بحضور الجماهير للمباريات وكمان اماكن والاستادات اللي هتستضيف مباريات النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا. وفي الحقيقه هو كان خبر منتظر، يعني النهارده بشكل رسمي الاتحاد المصري لكره القدم ارسل خطابا للنادي الاهلي بيبلغ فيه النادي بيقول لهم يا جماعه احنا خدنا الموافقات الامنيه بشكل نهائي خلاص ان انتوا تلعبوا مبارياتكم محليا، هتكون في استاد القاهره بحضور 5000 مشجع، وفي استاد السلام هيبقى بحضور 10000 مشجع، ده بخصوص المباريات الافريقيه. فبالتالي ده خبر كويس جدا ومبشر لحضور اكبر عدد كمان من الجماهير خلال المراحل المقبله. هي خطوه كويسه وخطوه مهمه قوي في التوقيت ده، خصوصا بعد الشكل الكبير جدا والمميز اللي ظهر عليه الجماهير في بطوله الامم الافريقيه سواء الحاليه بتاعه الشباب او المنتخبات الاولمبيه او السابقه بتاعه المنتخبات الكبيره يعني اللي كانت في مصر. ففي كل الاحوال النظام كان كويس وحضور الجماهير كان ممتاز، فبالتالي ده الخطاب اللي ارسله الاتحاد المصري لكره القدم للنادي الاهلي واللي بيبلغ فيه النادي ان خلاص يا جماعه كل الموافقات الامنيه خدناها والامور ماشيه بشكل كويس، وانتوا هتلعبوا الماتشات المحليه على استاد القاهره هيبقى 5000 مشجع، والماتشات الافريقيه هتبقى على استاد السلام بحضور 10000 مشجع من خلال نظام تذكرتي، واللي ناجح بشكل كبير جدا هذا النظام في الحقيقه ولازم يستمر خلال الفتره اللي جايه. والدور هنا بقى على ايه؟ على الجمهور، ان احنا نكون ملتزمين اكبر قدر ممكن من الالتزام، عشان ده هيكون عائد بالافاده سواء على المشجعين نفسهم او على الانديه اللي بترغب دايما في حضور الجماهير، لان بيبقى عنصر مهم وفعال جدا جدا. او بالنسبه للمنتخبات الوطنيه اللي اتاثرت خلال الفتره اللي فاتت بغياب الجماهير، لان غياب الجماهير اثر على اللاعبين، فاللاعبين مش متعودين على حضور الجماهير، لما بتلعب تحت ضغط بتتاثر وبتخسر وبتعمل اداء سيء. لكن في كل الاحوال نتمنى ان دي تكون خطوه مهمه لخطوات اخرى اكثر ايجابيه في المستقبل القريب ان شاء الله بشان حضور الجماهير. الاهم كمان بالنسبه للنادي الاهلي ايه؟ ان انت خلاص كده بعد ما استاد برج العرب تم البدء في اصلاحه وتطوير ارضيه الملعب بالتحديد، فخلاص انت كان في سفر بقى واجهاد موضوع اسكندريه وبرج العرب، ده بيبقى الموضوع صعب جدا في الحقيقه سواء على النادي الاهلي او على الجمهور اللي بيبقى عايز يحضر المباراه. انت دلوقتي مباراتك خلاص هتبقى في القاهره سواء استاد السلام او استاد القاهره، فانت بالتالي الموضوع هيبقى ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي وهنتجنب متاعب كثيره فيما يتعلق بالاجهاد. ده خبر مهم وان شاء الله القادم يكون افضل وافضل باذن الله تعالى.